بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر من جميع أنحاء العالم. النهاردة معنا خبر عن اليابان. رسميا اليابان تعتذر عن عدم استضافة مونديال الأندية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس قبول اعتذار اليابان عن عدم استضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع الصحي للبلاد، وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة من مونديال الأندية للاحتفال بالذكرى المئوية، إلا أن هذه الاستضافة تم إلغاؤها بسبب كورونا. ونشر فيفا بيان رسميا أكد خلاله أن الاتحاد الياباني لكرة القدم أبلغه بالاعتذار عن عدم استضافة مونديال الأندية بسبب جائحة كورونا، وأن الوضع الصحي للبلاد لم يعد يسمح باستضافة البطولة. وأكد فيفا على شكر الياباني بشأن